أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم الاثنين 28/3/2022، يعني هذا الفيديو هاي بجوز الإطلالة الأخيرة. طبعا الأسباب هي شوي شخصية، لكن خليني أقول شغلي. كتاب مقدس مثل القرآن الكريم اختلفوا كتير على تفاسيره، فانظلمت ناس كتير من سوء التفاسير. واليوم صدر مرسوم، يعني عرفتوا المرسوم صدر اليوم. مهما كان رح يصير خلاف على تفاسير مواده، من هيك أنا قررت أن ألازي بالفرار. يعني إذا آي قرآني اختلفوا بتفاسيره لوصلت لدرجة أنه في تفسيرين متناقضين، مو أنه والله نساب، فغانيك عن مادي خيو الله يبعدنا عن هالشر. جلدي أنا ما بيتحمل قتل. أعلن توقفي التام عن الفيسبوك وكل الصفحات اللي باسمي، أنا ماني مسؤول عنها اعتبارا من هذا التاريخ. لا فيني بالحبس 6 شهور ولا 3 شهور ولا 5 دقائق. بحبها لما أسعد فيني بغب عنها. شو بدي بالفيسبوك ولك شو جايني منه؟ هي فترة كتير كنت سعيد فيها مع الأصدقاء الجميلين، قدمت صورة. أنا لم أعتدي على أي ديانة أو طائفة، وبس المصيبة بيجينا كل واحد هو يعني فكر حاله هو اللي بيكفر الناس وبيأمن الناس. وأنا هون عم أحكي عن الناس اللي بيعلقوا تعليقات سخيفة، كل واحد حامل لي لواء دين معين. أنا أحترم كل العقائد والديانات، وأحسن شيء لازم بالفرار. جلدي ما بيحمل لا قتل ولا شيء بالدنيا. سعدتم كل أوقاتكين، يلي حبنا منقول له حبيناك، واللي كرهنا منقول له الله يسامحك. تحية لكم بشار برهوم في آخر لقاء. يسعد أوقاتكم جميعا، وإن شاء الله بتنتصر سوريا وترجع أجمل البلدان، وإن شاء الله يا رب، وهذا أملنا، أملنا ترجع. تحياتي لكم، بشار يوسف برهوم. Thank you.